علي بابا والأربعون حرامي، حكاية من التراث العربي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مجموعة من اللصوص يبلغ عددهم 40 لصا. كانوا يصولون ويجولون في المدن والصحراء كما يحلو لهم. سرق اللصوص كل شيء بهذه الطريقة وزرعوا الخوف في قلوب الناس. والآن لننتقل إلى موضوع آخر. أوه يا إلهي، لم أجمع سوى هذه الكمية القليلة من الحطب. هذا الشاب اسمه علي بابا، وهو خادم أمين لأخيه قاسم، وقد أتى إلى هنا ليجمع بعض الحطب. ما هذا يا ترى؟ سأختبئ. نادوا بأرقامكم. واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، ثمانية وثلاثون، تسعة وثلاثون، وأنا الأربعون. العدد كامل هذا اليوم. صحيح، هذه هي عصابة اللصوص المكونة من 40 حرامي. يا إلهي، هؤلاء هم اللصوص إذن. نعم، افتح يا شمشم. هذا هو المخبأ السري لكنوز وغنائم العصابة، وكلمة السر التي تفتح الباب هي افتح يا سمسم، سأتذكر ذلك. كان اللصوص يخفون غنائمهم في المغارة السرية، ثم يذهبون في غارة جديدة. هيا بنا. المغارة الرائعة. حسنا، افتح يا سمسم. يا للباب، يا للروعة. وجد علي بابا أكواما من المجوهرات التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم. يهو يهو يهو. أخذ علي بابا بعضا من كنز اللصوص وأصبح غنيا مثل أخيه قاسم، بل أنه أصبح أكثر ثراء منه. علي بابا، علي بابا، أخرج وأخبرني من أين لك هذا المال لتبني قصرا أمام قصري. هيا أخرج. إنه كنز 40 حرامي. ماذا؟ كنز 40 حرامي؟ أسكت، يجب أن لا يعرف أحد بالسر. ولكن أين وجدت هذا الكنز؟ كلا كلا، لن أخبرك، لقد ظللت حتى اليوم تعاملني بقسوة. نعم. أنا أخوك يا علي بابا، أرجوك سوف ألبي كل طلباتك، ولكن أرجوك أخبرني بمكان ذلك الكنز. هيا يا عزيزي أخبرني. حسنا، في هذه الحالة أريد منك شيئا. أطلب ما تريد يا عزيزي، سأنفذ لك كل شيء. أريد ماذا تريد؟ نقود؟ كلا كلا، أريد مرجانة. ماذا؟ مرجانة؟ من هي مرجانة؟ هل أنت ذاهب للعمل؟ أخبرني. شكرا. هذه هي مرجانة، وهي إحدى خادمات قاسم، أحبها علي بابا كثيرا، وكانت مرجانة تبادله نفس الشعور، فطلب علي بابا من قاسم أن يزوجها له. مرجانة ها؟ فكر قاسم بالأمر، فقد كان يريد الحصول على الكنز بأي شكل. حسنا، أصبحت مرجانة ملكا لك. بارك الله فيك يا أخي.
دل علي بابا أخاه على مكان المغارة، فتوجه إليه قاسم في الحال ممتطيا بغلة. ها هو الباب، افتح يا سمسم. الله، ايه ترى؟ يركن وزني لي، سأصبح غنيا ثريا. حاول قاسم أن يحمل أكبر قدر من الكنز على ظهر البغال. افتح يا باب. ولكني نسيت كلمة السر، ما هي؟ افتح يا فول، افتح. ها وجدته، افتح يا سكر. لم يفتح، يا إلهي. افتح يا فلفل، افتح يا عدس، افتح يا ثوم. أخذ قاسم يردد كلمات عديدة، فقد كان في مأزق. افتح افتح أيها الباب أرجوك، أنا لا أتذكر، يا إلهي لا أتذكر أي شيء. افتح يا سمسم. افتح افتح يا سمسم، نعم صحيح، افتح يا سمسم. الله، فتح الباب. نعم. منذ ذلك اليوم اختفى قاسم إلى الأبد، وفي أثناء ذلك عاش علي بابا مع مرجانة في سعادة وهناء، وأخذا يوزعان قطع النقود الذهبية التي أتى بها علي بابا من المغارة على الفقراء والمساكين، إلى أن عرف أحد اللصوص بذلك. من المؤكد أن هذا هو بيت علي بابا لص الكنز. حسنا، سوف تدلنا هذه العلامة على بيته عندما نأتي للهجوم. نعم. وانتبهت مرجانة على الفور للعلامة الموجودة أمام المنزل، وعرفت أن اللصوص سيستدلون بها أثناء هجومهم، وأسرع الأربعون حرامي إلى المدينة لاستعادة ما أخذه علي بابا. هذا؟ لقد وجدوا أن هناك علامة على بوابة كل منزل. لن نستطيع معرفة بيت علي بابا، هيا ننسحب بسرعة. وهكذا استطاع علي بابا النجاة من انتقام اللصوص بفضل خطة مرجانة، وبعد عدة أيام تخفى قائد اللصوص في زي تاجر زيت، وأخفى رجاله في البراميل، وحضر إلى المدينة يبحث عن بيت علي بابا. زيت زيت، أيا تقدم واشتري زيتك من هنا. من هو أغنى رجل بالمدينة والذي يمكنه شراء الزيت؟ إنه علي بابا، وهو يسكن في ذلك القصر الكبير. وهكذا استدل اللصوص على بيت علي بابا. لم يفطن علي بابا للخطر المحدق به، فاشترى الزيت كله من التاجر، وأعطاه مالا إضافيا ليقضي به ليلته في المدينة، ووضعت البراميل في ركن من أركان إحدى الغرف. عندما يبدأ القائد رقصة السيف علينا الانضمام إليه. نعم، ثم نخرج ونقضي على علي بابا. وفي الصالة الواسعة استعد القائد لعرض الرقصة الصينية. يسرني أن أقدم لك رقصة السيف الصينية. وضعت مرجانة حجرا ثقيلا فوق غطاء كل برميل. لقد تأخروا. حسنا، إن كان الأمر كذلك سوف أقتله بنفسي. مرجانة، وها
هكذا وبفضل مرجانة تم القضاء على 40 حرامي، وصار الكنز ملكا لعلي بابا وحده. أما علي بابا ومرجانة، مرجانة أنا أحبك كثيرا، شكرا. شكرا لك. لقد ظلا على حبهما إلى الأبد.